السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم كيفية استعادة الصور والفيديوهات والملفات المحذوفة من الهاتف، وذلك باستخدام أحد البرامج الموجودة على بلاي ستور. الآن دعنا نبدأ الشرح. نفتح الكاميرا، نختار صورة عشوائية، ثم نقوم بحذفها. نذهب إلى بلاي ستور لتنزيل البرنامج المراد استخدامه لاستعادة الصور، ويعد من أفضل البرامج في استعادة الصور والفيديوهات والملفات. ننتظر قليلا. نقوم بفتح البرنامج، نضغط Start Basic Photo Scan، نضغط هنا. يقوم البرنامج الآن باستعادة كافة الصور والفيديوهات والملفات التي تم حذفها مسبقا. ونلاحظ هنا أنه تم استعادة الصورة التي تم حذفها قبل قليل. نضغط عليها، نضغط Recover، نختار الخيار الثاني، نحدد المكان المراد به حفظ الصورة، وهكذا نكون قد استعدنا الصورة التي تم حذفها قبل قليل.